جينا بقى لمطبخنا الحلو، هنعمل النهارده عصير حلو جدا جدا، وكمان هنعمل حاجه واكله حلوه قوي. بس الشباب اللي معانا دلوقتي هيساعدونا ويعملوا عصير حلو. بتحبوا التوت؟ اه. بتحبوا تعملوا حاجات مع ماما؟ اه. بتحبوا تساعدوها في المطبخ؟ طبعا. انت بتحب، انت بتقولي انا بطبخ كتير صح؟ تحب تعمل ايه بقى؟ اي حاجه. اي حاجه، يعني تقول لك اعمل اي حاجه تساعدها على طول. طب ممكن بعرف اعمل كل الحاجات. ايوه يعني. اكيد يعني، بس انا اعلمك حاجه. يعني مثلا بعرف اعمل بيض مثلا بالبسطرمة. يا ولد يا اكيل انت. بس حلو ده، انا هعرف اعمل اللي انا احب اكله. ماشي. طيب ايه رايكم تساعدوني نعمل عصير سموذي توت لذيذ قوي قوي قوي؟ ايه رايكم؟ يلا تعالوا الاول نجيب المكونات بتاعتنا هنا اهو كده اهو. طبعا ده ايه؟ الخلاط اللي هنخلطه، بلندر. احنا ممكن يا اولاد نجيب توت عادي ونجيب زبادي ونحط توت وزبادي، بس احنا جايبين توت بالزبادي جاهز علشان برضو ايه ابين لكم ان الموضوع ممكن يبقى سهل جدا، واوقات كتير ما بيبقاش عندنا توت فاش، فعشان من ايه. يلا مين هيساعدني؟ انا. خد خسان. يزن يزن انت هتحطي اللبن. يلا يلا لازم ننزل ايه. ايوه كده، الزبادي والتوت كله 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 كله. برافو. مين بيحب الزبادي بالتوت؟ أيوة. انا بحبه قوي برضه. طبعا لو عندنا توت فريش بيبقى فريش، هنحط زبادي وهنحط التوت الفريش وهيبقى فريش، بس احنا ممكن نتصرف عادي جدا عشان ماما لو قالت مش عارفه اجيب توت تقول لها خلاص هاتي يا ماما زبادي توت واحنا هنتصرف. بعد كده هنحط ايه يا استاذه؟ لبن. لبن. يلا بينا، ساعديني ارجوك. المعلقه دي تحت. يا سلام على ست البنات، حلو قوي قوي الكلام ده. ونحط كمان معلقتين مثلا سكر. ينفع انا اللي احط؟ ينفع. ماشي. طب اعرف انا. يلا حط. يلا انا عارفه انت بتعرف. معلقتين مثلا، معلقه كبيره. حلو قوي كده. ونص ونص ونص. ايه كل ده؟ ماشي حلو كده. ايوه كده. بس مش بينفع اشربه بسكر. ليه؟ ممنوع. ممنوع تاكل سكر؟ نعمل دايت. عامل دايت بس ده؟ احنا ما حطيناش سكر كتير، فده ممكن جدا لو شربته اول اليوم يتحرق بسرعه قبل بقى تمرين كمان قبل مدرسه، فعادي انت حتى وانت عامل دايت في سنك ده ممكن تاكل معلقه سكر في العصير. بكره عندي مدرسه الصبح. يلا بينا. ايوه بقى يا سلام. شكرا. بس خلاص حلو قوي كده. نعمل ايه بقى؟ ممكن نحط دي يا ست البنات وانت كمان. خلاص خلاص شكرا شكرا. تعالى بقى نصب بقى، نصب بقى عشان ندوق بقى ولا ايه؟ مين عايز يدوق؟ انا. طبعا انتوا. استنى شيلوا الغطا. نصب كده اهو. مين هيعمل ده بقى في البيت لماما؟ انا. بجد؟ سهل قوي صح؟ سهل. انا بعرف اعمل اي عصير. حبيبه مش ناويه ولا ايه؟ هتدوقي الاول وتعرفي. ها؟ طب دوقي الاول كده وقولي لي هتعمليه ماما ولا لا؟ دوقي كده، دوق كده. يام 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 يام. هتعمليه؟ طب روحي دوقيه لماما. يلا وانت هتعمله؟ يلا روح دوقه لماما ونشوف بقى ايه. عدي من ورايا كده نشوف اخواتهم بقى يعملوا ايه كمان طبخه النهارده لذيذه جدا 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 معانا. يلا يا يحيى. يلا يا ايمن. اهلا وسهلا. يلا انتوا بقى تساعدوني نعمل اكله ظريفه جدا، سبانيش اومليت ظريف قوي. بيض بس فيه بقى مكونات كتيره جدا جدا تخلينا نبقى مستمتعين بطعم البيض وفي نفس الوقت بفوائده. متعودين تعملوا بيض باشكال مختلفه؟ انت اخوك قال لي بيعرف يعمل بيض بالبسطرمه. انت بتعرف خالص؟ طب اعلمك بيض سهل قوي. وانت خالص خالص؟ بعرف اعمل بيض عادي. طب تعالوا بقى يا حبايبي يا حلوين نتعلم بقى نعمل ايه بيض لذيذ قوي النهارده. بيض عادي جدا بنكسره كده اهو اهو. تعالوا نكسر البيض ادي 1. انا عايز اكسر الثانيه. لا بلاش الكسر، خلي الكسر عندي عشان من ايه ما نبوظش الدنيا. ايه رايك في البيت بقى؟ ايه لازم انت اللي هتكسرها طبعا. 3 الرابعه اخر واحده الخمس. حلو قوي. 5 بيضات صح كده؟ صح. نحط عليهم ايه يا شباب؟ احنا مش عايزين المعلقه دي، ممكن معلقه تانية يا يحيى. فين؟ جنبك هتلاقي معايا. ايوه كده. تعالى يا استاذ. ده ايه ده؟ ده؟ اه معرفش. بصل. بصل مش شامم ومش شايف. حط شوية بصل. حط. لا ايه شوية بصل حلوين يعني، حط حبة بصل كده يا ابني حط ما تخافش. ايوه كده حلو. خلصنا ده نحطه تحت، وده كمان خلصناه نحطه تحت. طيب تعالى ده ايه ده؟
عارف. مشروم متقطع. انتوا ايه مش واخدين بالكم من التكستشرز خالص؟ مش بتساعدوا ماما خالص خالص؟ بنساعد. بتساعدوا ايه بس؟ انتوا مش عارفين اسامي الاكل. ماما ماشي. يلا ممكن نحط اللي مش عايزينه تحت في الدور؟ وبعدين هنحط ايه تاني يا استاذ يحيى؟ سبينتش؟ لا ده مش سبينتش، دي مش سبانخ، ده ايه؟ جرجير؟ لا ولا جرجير، ده بقدونس. اسمه ايه؟ بقدونس. بقدونس لذيذ قوي. عايز احط انا. ما انا حطيت خلاص، حط انت تحت الحاجات دي وانا هخليكوا تقلبوا. ماشي حط انت ايه؟ ده ايه ده؟ طماطم. لا ده مش طماطم. بص كده. فلفل احمر. فلفل. يلا فلفل الوان، ممكن طبعا حطه، حد يحط، يحيى يحط. ممكن نحط فلفل الوان، ممكن احمر واصفر واخضر مع بعض. بس احنا مجهزين النهارده فلفل احمر، اللي مش عايزين نحطه تحت. يلا وده ايه؟ خس. ايوه. عايزه نحط. لا ده تصدق مش خس؟ اقول لك ده ايه بقى؟ ده كوسه مبشوره، لذيذ لذيذه بقى مع الاكله دي ما اقولكش. تعالى بقى ايه، يلا حط شويه كوسه. كوسه حلوه قوي. قوي قوي ومفيده قوي يا ولاد، قوي. حلو، حط الكوسه كلها، ماشي. مش خساره برضه. وبعدين نحط شويه ملح. لا استنوا قبل ما نحط الملح والفلفل نبلندهم كده، انت شويه وهو شويه بقى، انت شويه وهو شويه. يلا الاول استاذ يمين بقى اقعد بلند كده، واحنا هنا هنحضر الطاسه بتاعتنا يا يحيى. طبعا سخنه، خلي بالك، واخد بالك. نحط شويه زيت طبعا، مهم قوي الزيت، عشان حتى لو هنحط زبده نحط زيت عشان حاجات ما ايه الزبده ما تلزقش في الطاسه والاكل يبقى حلو. خلاص بلند اكتر، اسرع بلند كده. يلا يا يحيى تعالى بلند معاه، يلا عشان كله يبقى اشترك. يلا اشترك. احنا بقى هنعمل ايه هنا يا استاذ؟ احنا مش عايزين دي ممكن نحطها تحت دي يا استاذ؟ ماشي. ريح الزبده بتاعتنا. أيوة. يلا بلند اكتر. حلو قوي الكلام ده يا ولاد. ماشي نحط بقى شويه الملح والفلفل بتوعنا الاول. ده هو ملح، شويه ملح. انا عايز احط الفلفل. حط يلا بسرعه بسرعه قبل ما النار ايه. معلقتين بس. مش صح؟ ده صح. حلو يلا بلند يا يحيى، يلا تيم ورك. حاسب يحيى بتوقع بره. حلو قوي الكلام ده. خلاص وي بلندت. ممكن بقى ثواني كده ناخد كل ده كده. عرفنا عملنا ايه؟ سهل قوي الموضوع يا ولاد. صح؟ صح. عملنا ايه؟ يلا سمعوني. بيض. بيض وايه كمان؟ وايه كمان؟ وبقدونس. وبقدونس. وبصل. وبصل احمر. وفلفل الوان. وكوسه. وممكن نحط بقى اي حاجه عندنا نفسنا نحطها. ملح وملح وفلفل. وممكن نحط ايه كمان؟ زيتون. وممكن نحط فلفل تاني، الوان تانيه. ممكن نحط طماطم طبعا. طبعا احنا حطينا البيض كده، هنوطي النار وننضف بقى. مش احنا دايما زيت؟ لا مش احنا دايما متعودين ومتفقين ان احنا نبقى بننضف ورانا المطبخ وما نسيبش المطبخ بايظ لماما بعد ما نخلصه. ايوه. طب يلا يا شباب وروني، يلا نضف كم. اتفضل. حلو قوي الكلام ده، حلو جدا جدا جدا. احنا هنسيبها على النار، هي طبعا ابتدت اوريدي تستوي، ونغطيها كده اهو علشان تطلع لنا عامله ازاي يا ولاد. شكرا يا شباب. بيتزا. ايوه شبه البيتزا جدا، عشان انت كمان لو حطيت عليها جبنه من فوق بقى هتبقى بيتزا بالظبط. بس احنا عاملينها النهارده كده ايه الكلاسيك خالص خالص خالص. وجبه بقى متكامله، فيها بروتين حيواني، فيها خضروات، فيها خضروات متنوعه، وكل ما نوعنا الوان الخضروات كل ما الفوائد زادت، فيها فيتامينات ويام يام 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 يامي جدا. وممكن نزود عليها اي حاجه احنا بنحبها زي ما انت قلت، زيتون، جبنه، هتبقى برده شبه البيتزا جدا جدا جدا. دي بتستوي عندنا وانا ممكن اوريدي ابتدي اخليكوا تدوقوا حلاوه الوجبه بتاعتنا. نقوم مقطعينها كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو مثلا، واقدر اقول لكم اتفضلوا يا حبايبي يا حلوين ذوقوا، وان شاء الله بالهنا والشفاء. ذوق كده. ماشي امسكها زي البيتزا. يلا زي البيتزا. يلا يا يحيى. يم 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 يم. طب حلو قوي، عملنا فطار لذيذ جدا ممكن نبقى احنا بنعمله لنفسنا
وبنعمله لاخواتنا، نروح بيه المدرسه الصبح فيري فريش فيري نايس، حلو قوي قوي الكلام ده. يلا بينا بقى ايه نروح نغني الاغنيه الحلوه بتاعتنا يام يام. هتعملها في البيت؟ ماشي، اتبسطتوا؟ أيوة. انت بتاكل انت زي الفل، قول لهم باي باي وانت بتاكل كده. باي باي.